أما هلأ وصلنا لفقرة كتير بتهم الصبايا وهي محور حياتهم، خلينا نقول نرمين، وخاصة نحن على أبواب عيد الفطر، فكتير من الصبايا بينزلوا على السوق وبيختاروا قطعة إكسسوار تناسب الشيء اللي هنن حابين يلبسوه ضمن العيد. صحيحة، وبضل ما بتكمل الطل غير بالإكسسوارات، وهي بتتنوع. عم نلاقي في إكسسوارات معدنية، في إكسسوارات ممكن تكون كلها أحجار كريمة. ضيفتنا لليوم مميزة وبشكل خاص بعالم الاكسسوارات اللي بتستخدم فيها الاحجار الكريمه، رح نتعرف عليها وعلى موهبتها اكثر ونشوف القطع الحلوه كثير اللي جايبتنا اياهم لليوم. لهيك بيسعدنا نرحب بالمصممه نور ابو حرب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير نور. صباح النور. يسعد صباحك. صباحك، شكرا. يعني دائما الصبيه اللي بتكون هي اللي عم تصمم للصبايا المفروض يكون كثير عندها خيال، انه اليوم كل حدا ذوق وشكل. خلينا نبلش مع حضرتك عن بداياتك ولو هيك بشكل سريع، وبنحكي عن اهم القصص او خلينا نقول الاساسيات، يعني ما كل حدا اليوم قادر انه يكون هو مصمم. صحيح. هلا انا بالبدايه بلشت بالموضوع كهوايه، كوني بحب الاعمال اليدويه، وكنت اعمل هاي الاشياء بشكل شخصي، يعني البسها انا او بناتي. بعدين تطور الموضوع لصار لرفقاتي للحلقات الابعد، وصرت اتشجع اني انا اصمم القطعة وحط موديل خاص يعبر عني. المصمم عموما أنا برأيي أنه هو بيكون بيتمتع بلمسة فنية وجمالية مختلفة، بيكون في بداخله شيء مختلف بيقدر يترجمه بالتصميم، بالإضافة أنه بيكون عنده خيال، بيكون عنده نوع من الجرأة أو الخروج عن المألوف لحتى يقدر يقدم شيء فعلا مختلف، ونقدر نقول أنه هو فعلا عم يصمم شيء جديد. شيء جديد أكيد، يعني دائما بتحسي القطعة الغريبة بتلفت نظر أي صبية. يعني صحيح. لا، ما أنا بنحكي بالإكسسوارات، ممكن قطعة من الإكسسوارات مشغولة بحب، مشغولة بحرفية، تقلب كل الطلة. قبل ما هيك نبلش نستعرض القطعة تبع حضرتك، خلينا نحكي من وين بتستوحي الأفكار التصاميم، كيف ممكن أنت تجددي فيها وتواكبي فيها كل الأذواق؟ هلا مثل ما خبرتك انه هو المصمم اساسا بيكون في عنده الماده الخام، خلينا نقول، اللي هو انه بيكون بداخله في شيء مختلف، في شيء مميز. بالاضافه لانه التصميم هو فن من الفنون، فمثل اي فن نحن نحتاج نصقله، نطوره، نطلع على الثقافات الثانيه، نطلع على المواكبه، دائما مواكبه تماما الشيء الجديد والشيء التراثي، حتى احيانا حتى بنطلع على القطع اللي بتخص ثقافه معينه لبلد معين. تمام. هذا الشيء كله بيغني ذخيرتنا الفنية، وبالأخير نحن بنطفي عليها من روحنا ومن لمستنا. وشغلي بالحجر الطبيعي أساساً هو كون القطعة حجر طبيعي، ففيها روح، فيها حياة. بتحسي أنه مجرد أني أمسك الحجر بحس أنه هذا الحجر عم يوحي لي كيف ممكن أدمه، كيف ممكن أعمله. هلأ عم نشوف شغلك على الطاولة، عم هيك كذا قطعة تقريبا، أو الكل خلينا نقول مستخدم في الحجر اليوم. هي مكلفة كمان، يعني طبعا يعني مكلفة على حضرتك ومكلفة بموضوع التسويق على أي حدا حابب اليوم يعني يشتري هاي القطعة. يعني صحيح. خبرينا أكثر اليوم ليش دائما عم تروحي على الحجر الكريم، يعني دائما على الأحجار، ما عندك، ما عم نفوت بشي تاني؟ يعني الحقيقة الأحجار الطبيعية لها جاذبية كتير كبيرة، فأنا ما قدرت بصراحة بالبداية أني أنا قاوم هاي الجاذبية. وصحيح هي في كلفة مرتفعة، ولكن بنفس الوقت أنا عم بقدر أقدم القطعة مع خامات مرتبة وتقيلة، بس بنفس الوقت نحن نضل بسعر مقبول. يعني الست إذا حابة أنه تقتني هالقطعة يكون كلفتها مقبولة. العمل اليدوي فيه جهد وفيه تعب، فيه فن، فبحس أنه حرام الواحد يستخدم اشياء خفيفه او اشياء ما بتضاين، خلينا نقول. هلا دائما وقت تستخدمي الحجر فما فيكي ما تستخدمي شيء ثقيل يناسب، يعني تماما تماما. مشان هيك انا بستعمل معهم مثلا الفضه، بستعمل النحاس، حتى نحاس المطلي ذهب او المطلي فضه، الستيل، بستعمل حتى المعادن تكون ثقيله بحيث انه هي فعلا تتناسب مع جمال الحجر وجمال التصميم. نعم تمام. عم طيب نشوف عم نشوف المسابح قديش هون حلوين وتقال بالايد. تمام. عم نشوف المسبح وعم يكونوا قطعتين، هدول القطعتين وحده كبيره وحده صغيره، او مسبحه وبورتكلين. بورتكلين اثنيناتهم. شو نوع الحجر المستخدم هون؟ هذا العقيق، والتفاصيل اللي داخله فيه هي نحاس مثل الفواصل مثل الشرابين.
قديش كيف اليوم يعني هلا رحنا بشيء ثاني غير اكسسوار هاتش للشباب اكيد يعني اليوم الصبايا وقت اللي بيطلبوا منك شيء يعني او انت كمصممه اليوم شو بتحسي اكثر قطعه اليوم مفروض الصبيه كثير تهتم على انها تكون لابستها حتى لو ما كان لابسه غيرها يعني في صبايا بيحبوا الحلا سنسال البلاك يعني حسب الذوق طبعا هلا عموما القطعه الاساسيه اللي بتظهر بالثياب او خلينا هي اللي بتكمل اطلاله الثياب هي الطوق بس القطعه العمليه اكثر والقطعه اللي بتنلبس دائما وسهله التلبيق على الثياب سهله اللبس بالمناسبات هي الاسواره فبنشوف انه الصبايا كثير بتميل لفكره الاسواره كونها هي قطعه بتنلبس بشكل كثير كبير هلا هدول هيك البلاكات شو القصص كمان اللي عم نستخدمها كمان حجار ناعم هذا حجر طبيعي تمام هذا فضة الفضة مع فضة أو لا هذا نحاس مطلي فضة تمام هلا في قطع بدخل فيها نحاس مطلي فضة لحتى تكون بتكلفة مقبولة أكثر يعني قد ايه تكلفة يعني هيك شيء يعني بكل المحبة نحن لانه يعني عم ننزل على السوق يعني وكل الصبايا اللي عم يسمعونا عندهم نفس المشكله اليوم انه في الاسعار غير مقبوله يعني يعني كنا متعودين ناخذ ننزل بمبلغ معين ناخذ كذا قطعه اليوم انت ما انك قادره تجيبي هي القطعه حتى قطعه واحده بنفس السعر يعني صحيح هلا هي هون ميزه الحجر الطبيعي والاشياء المصنوعه يدويا انه هي قطعه بتضل هي قطعه إلى قيمه إلى روح إلى معنى فهي قطعه كل ما لبستيها بتلاقيها جميله كل ما لبستيها بتلاقيها بتنبسطي فيها حتى هي يعني حتى هي بسوق الاحجار هي قطعه الى ثمن الى قيمه فهي ما عاشق بحن خليك مثل الحجر كمان انا عم بسلك كذا قطعه استعرضتهم قديشهم حلوين مع بعض تماما شو نوع الحجر المستخدم هون الزهر هو الروز كوارتز الابيض هو الهولايت والهيك الزهر الغامق هو الجاسبر تمام فانا بحب هيك استعمل تشكيله كبيره من الالوان والالوان يعني كمان هيك قطع هي من العقيق والنحاس شو حاطه عقيق ونحاس هلا وقت نقول عقيق يعني الاصلي الاصلي نعم حجر الطبيعي اليوم مين اكثر شريحه بتتوجه لهدول القطع يعني خلينا نقول يعني شريحه عمريه ايه هلا الحقيقه انا حاولت بتصاميمي اني انا اوصل لشريحه عمريه كبيره فمثلا عندي قطع بتبتدي من بنوتات صغار عمرهم 10 سنين ممكن يلبسوا هي القطع مثل الاسواره الصغيره هي لا يلي هون الكحلي ايوه تمام. هلا نحن عم نشوفها بالاسواق كثير هي القطعه هلا اللولو ما بيخلص موته يعني كانه كحجر لولو ما بتخلص موته أكيد. ولكن صرنا نشوف تقليد بالقطع يعني عملت خفيه تماما صحيح للقطعه صار مستهلك لدرجه انه انت صرتي ما بقى يلفت لك نظرك تماما فدائما احنا بحاجه لهذا التجديد تماما مشان هيك الحجر الطبيعي هو مهما تقلد بيضل له جماله الخاص يعني بيضل له مكانته يلي خصوصيته تماما كمان يعني البروشور على البروش بروش ما بتخلص موته نهائيا تمام. نهائيا تمام هو قطعه يعني كثير شيك نهائيا بتحسي الصبايا عم ياخذوه ولا بس السيدات اللي لا عموما البروش تحديدا بتاخذه السيدات وخصوصا هو بفصل الشتاء يعني في قطعه نحن عندنا اياها بنعتبرها شتويه وفي قطعه بنعتبرها صيفيه فالبروش للسيدات عموما صار لي زمان ما شفت حدا حاطط بروش على فكره هلا هي التيني فيه انا مغرمه بالبروشات فما قدرت ما اعمل هيك بس مونتاج بحاجه لعمر يعني هو بده هيك عمر ست مدام أكيد. ورسمي يعني بتلاقي احلى على تماما خلينا نرجع هيك لذاكرتك باول قطعه اليوم قعدتي وقلتي اليوم انا بدي ساويها الحقيقه بالاول قطعه صممتها خلينا نقول هي عباره كانت عن طوق دورين من حجر اسمه الاوبسيديان حجر هو اسود بيكون فرحت كثير بالقطعه انبسطت كثير فيها وقت خلصت وفعلا لاحظت انه يعني مع انه هي كانت اول قطعه مصممه بس كان فيها فعلا لمسه فنيه فعلا مختلفه وتشجعت بعدها كان فيها اغلاط نحن دائما اول تجربه كثير متعلق فيها بس بتجربتنا الثانيه بنقول انه نحن باول مره كان عندنا غلط هيك بكذا نقطه اكيد هلا بالبدايه كان مثلا طول الطوق كان طويل فهو حجر فوزنه يطلع كثير فهذا الشيء كان يشكل شوي انه اوكي حلو بس انا ما بقدر البسه فهذا الشيء يعني استدركته لاحقا انه صرت اعمل الاطواق شوي
أقصر أو سنسال بيكون نعم. ألطف ووزنه أخف. الخامات كنت مثلا بهداك القطعة بالذات مستعملة اللولو الزجاجي، بعدين شفت أنه حرام قطعة حجر يدخل مع لولو زجاجي مشغولة يدويا، لا صرت استعمل اللولو الطبيعي. حتى الخامة نفسها كنت اعتمدت أكثر خصوصا بالعقد على الفضة، لأنه يعني هو قطعة كتير لازم تطلع كتير شيك، فلازم تكون لها حقها يعني من كل النواحي. هي الفضة الحالة قصة يعني. طيب كل سيدة اليوم قادرة تكون مصممة اكسسوار، شو المواصفات لازم يعني تكون فيها لحتى تقدر تتميز بهي المهنة؟ هلا الحقيقة خلينا نقول كل سيدة عندها المهارة اليدوية وعندها الإتقان، عندها الصبر، بتقدر تطبق الاكسسوار، بتقدر تشتغله، ولكن التصميم بالذات بده يكون في عندها مثل ما حكيت، بده يكون عندها خيال، بده يكون عندها نظرة مختلفة، تشوف التفاصيل تماما، تشوف تنسيق الألوان، تشوف التفاصيل بطريقة مختلفة لحتى هي تكون فعلا قادرة أنه تعمل تصميم وتوثق بحالها. نور، اليوم هذا الشغل هو باب رزقك، يعني من خلاله عم تقدري انك تسوقي، وكيف عم يكون الربح طالما انه حكينا بنقطة انه اليوم القطعة المواد الأساسية غالية؟ تماما. فأنت اليوم عم تعتبريها هواي أكثر من انه اليوم هي باب رزق لإلك أو لشغلك لتعبك، أو ممكن ها معدلة القصة؟ هلا هي خلينا نعتبر انه هي القصة معدلة، خلينا نقول ما هي هواية تماما، انه مثل ما بيقولوا اللي عم نطلعه بنحطه، ولا انه هي الربح الكبير، كونه مثل ما تفضلتي انه ارتفاع سعر الخامة والوضع الاقتصادي اللي أساسا يعني عم يفرض نفسه، هذا الشيء كله بيلعب دور بنحن وقت بندرس سعر القطعة. يعني أحيانا كتير أنا ما بكون مثل ما بيقولوا أخذ حقي فعلا بسعر القطعة، أنه تعبه وجهده وتصميمه أخذ أكثر بكتير من السعر اللي رح أطرحه فيه، بس متعتي بالعمل، محبتي لهذا العمل هو اللي بتخليني استمر، ولو كان الهامش أحيانا بيكون ضيق يعني، بس أنه المكسب المعنوي اللي عم يجي بعد منها هو المكسب الحقيقي. واي شخص استعلق بقصة ما بقى فيه يرجع لنا، اكيد اخذتي قرارات كثير انه انا اليوم حوقف شغل. صحيح. فيتي ثاني نهار نسياني وشو صار بعد نص ساعة. نعم. اخر شيء الاشخاص اللي حابين يتواصلوا معك او كيف ممكن تسوقي لقطعك في بازارات هلا كونه العيد، اذا انت مشاركه فيها خلينا نخبر المشاهدين. والله الحقيقه انا بشكل اساسي هلا بحط قطعي بالسوق بمحلات بالسوق بأبها، فهنيك يعني انا متواجده بشكل اساسي. في بعض الاشخاص بيتواصلوا معي عن طريق الصفحه على الفيسبوك باسم الصفحه، بس عموما انا تواجدي بأبها. اسم الصفحه لنذكر ليداماس. تمام. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير لذوقك لرقيك ولكل القطع الحلوه اليوم والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى لك كل التوفيق. المصممه نور ابو حرب، شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لحضورك وموفقه هيك بشغلك، ونشوفك دائما هيك مثل الحجر. حبيبتي شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. هلا، شكرا، شرفتينا.